الظاهر وصحابته القرب الميادين والتابعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. اما بعد فاتقوا الله عباد الله واسلكوا سبيل كل نبي الله آخره في الدنيا والاخره مبتغي رضا ربه ومولاه مكرم له على حضور نفسه وهواه. عباد الله ان من بيد الله الرؤوف لله اللطيف المتوجه اليه بانواع النعم ان يامرهم بكل خير تسعد به نفوسهم وتطمئن به قلوبهم وتصيب به حياتهم ويكون به فوزهم وفلاحهم في دنياهم واخراهم. وان من اعظم ذلك نفعا فاخلاه والله اجره ثلاثه اوامر ربانيه اشتملت عليها ايه في كتاب الله جمعت قواعد الشريعه في المامورات والمنهيات كافه حتى لم تلق حسنه الا حفظتها ولا فضيله الا ارشدت اليها ولا مكرمه الا اتت عليها ودخلتها اليها اذ هي كرسي قواعد المعامله مع الخلق جميعا وتوضح طرق الاحسان اليهم والاسعاد لهم وتدل على سبيل السلامه من شرور ذوي الشر منهم. وذلك في قوله عز وجل مخاطبا اشرف خلقه واكرم رسله صلوات الله وسلامه عليه خذ العفوه واطمئن في الكفر واعرف عن الجاهلين. فابتدا سبحانه بامره ان ياخذ من اخلاق الناس واعمالهم ما سهل عليه قوله وخف عليه وتيسر فعله وما سمح به منهم وبلغته طاقتهم من غير تقديم والاحصاء بطلب الاكمل الاهم بالبحث في البواطن رفعا للارض ودفعا للعنف. ثم الامر الرب وهو كل مخلوق تعرفه العقول السليمه وتقر بحسنه ونفعه واعلاه توحيد الله تعالى وكل ما امر به سبحانه من الاعمال او نزل اليه كما رجحته جميع رحمه الله ومنهم السنه والخطا واعطاء من حرم والعفو عما ظلم. عباد الله لما كان امر الجاهليه امرا محكوما لا بد منه ولا سبيل الى عنه جاء الامر الثالث بالاعراض عن الجاهلين فلا يقابل بحد مثله انتقام الناس وشفاء بغيره بل يصبر على مداهم ويحكم عنه. وتلك هي الحال الحسنى والطريقه المثلى التي كان عليها نبي الله عز وجل صلوات الله وسلامه عليه مع اوليائه واعدائه استجابة منه لأمر الله إن الله تعالى كما قال الزهري رحمه الله إن الله أمره أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وأن لا تعدو عينه عنه وأمره أن يعفو عنه ويستغفر لهم ويشاورهم في الأمر وأن يصلي عليه وامره ان يهجر من عصاه وتخلف عنه حتى يتوب والله عطى عدد كما هجر الثلاثه الذين خلفوا وامره ان يقيم الحدود على من اتى موجدا بما منه وان يكونوا عنده في ذلك سواء شريكهم ودليلهم وامره عز وجل بذلك عدوه من شياطين الانس بان يدفع عنده احسن فيقابل عباده من اساء
ويقابل إساءة من أساء إليه بالإحسان، وجهزه بالكذب، وظلمه بالعدل، وطبيعته بالصلة، وأخبره أنه إن فعل ذلك عاد عدوه كأنه ولي كريم، وأمره بذلك عدوه من شياطين الإنس من شياطين الجن لاستعاذة بالله منه، وجعله هذين الأمرين في ثلاثة مواضع من القرآن، فقال سبحانه: خذ العدوى وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نفسه فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فأمر سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم بالتقاء شر الجاهلين بالإعراض عنه، وباتقاء شر الشيطان بالاستعاذة منه، وجمع له في هذه الآية مكارم الأخلاق والشيعة كلها. فالمطاع يا عباد الله له مع الناس ثلاثة أحوال، فإنه لا أكثر من حق عليهم يلزمهم القيام به، يلزمهم القيام به، فمن أمر يأمرهم به، ولا بد من تطليق وعدوان يقع منهم بحقه، فأمر أن يأخذ من الحق من الحق الذي عليهم ما صلح عليه انفسهم وسمح به وسهل عليه ولم يشق، وهو الحق الذي لا يلحقكم بذلك الكرم ولا مشقه، وامر ان يامرهم بالرشد، والى امر به ان يامر بالمعروف ايضا لا بالكرم والرفق، وامره ان يقاتل جهل الجاهلين، جهل الجاهلين منهم بالإعراض عنه دون أن يقابله بمثله، ولذلك يكتفي صدره وقال عز وجل: قل رب إما تريدني ما يعذبون، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين، وإما على أن تريك ما نعذبهم لقادرون، ارجع إلى الذي أحسن السيف نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال سبحانه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادع بالله الذي أحسن فلينبغي بينك وبين العداوة. فإذا